السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بجيم اسطوري وللتاريخ حرفيا. هذا الجيم اتطرخ ودخل التاريخ من اوسع ابوابه ما بين اللاعبين بيكسايز من الدنمارك واي ليج من ايسلندا. الجيم من ارشيف اللعبه طبعا من عام 2016 كونه هيرب او اي ليج لاعب معتزل اللاعب الايسلندي. بالطرف الاخر بيكسايز حامل لقب بطل العالم لمره واحده. الجيم من بطوله مموله بقيمه $330 وهذا الجيم السيمي فاينل النصف نهائي. فخلونا نشوف المعركة الدموية ما بين الجيش جي ال اي فانيلا ضد الجي ال اي ستيلث. بسم الله نبدأ، ولكن قبل ما نبدأ فضلا وليس امرا ما تنسانا من لايكك الحلو وتعليقك الحلو واشتراكك بالقناة. طيب جي ال اي ستيلث لجي ال اي فانيلا مرة اخرى، جيم صعب. جي ال اي ميرور ما بين اللاعبين على خريطة باتلاندز، بارن بادلاندز، هاي الخريطة بالفيرجن القديمة طبعا. ما كان في نسخة البالانسد هذاك الوقت، النسخة الجديدة من هاي الخريطة اسمها بارن بادلاندز بالانسد. طيب اسم معاق بعرف، ولكن هيك اسم الخريطة. طيب بيكسايز تانل متقدم باللون الأصفر، هيرب بالطرف تاني. طبعا هيرب واحد من كلان ماد اللي بضم لاعبين أسطوريين، يعني كان وقتها ماد ريج من كلان ماد، هاوكي من كلان ماد، جوكر من كلان ماد. في كتير لعيبة ضمن هالكلان حاليا، يعني هالكلان يضاهي كلان الاو اي لو كان موجود بالوقت الحالي. تكنيكل سريعة من هيرب ممتاز جدا، بيشيل التانل والتكنيكل بيحاول يشيل الوركرز، بينزل وركر لحتى يبني. يا سلام سلم، كان لازم بوكس بيلدينج مثل تحت من بيكسايز، ولكن لا اعتقد انه لحق. حلو، التنل ما زال موجود، تركه موجود، وعلى ما اعتقد يتركه موجود لانه جي ال ستيلث انفاقه مخفيه، فبيضل عاطيه فيجن، بيظل عاطيه رؤيه التنل يلي بيتركه هون. طيب بالطرف الاخر بيكسايز بيكابتشر الاويل وبيتنل الاويل. خلينا نشوف اذا في اي تقدم لبيكسايز، في وركر لسايز وفي وركر لهيرب بالطرف الاخر. البنكر هون لصالح الجرس سايز. اوه يا سلام يا سلام سلم، هيرب هجوم سريع على ارض بيكسايز، بيحاول يشيل السبلاي السكند سبلاي عند بيكسايز بالتكنيكلز. طبعا تكنيكل فيترنسي بلف وبيرجع بعد ما بيشوف جيش الكوالد قدامه، بنزل الجنود القوازف، بيخسر الوركر، كان لازم يبعد الوركر على ما اظن. ممتاز الجنود القوازف من سايز في مواجهة التكنيكلز مع جنود القوازف لهيرب. صراحة مواجهة صعبة للجيرال هيرب. إذا بلم سكراب من الأرض بتكون أموره تمام، بكنسل التانل، لكن ما تنسى أنه عمل ديلي لسبلاي بيكسايز. التيرست ما لحق يشيل الجندي. طيب مواجهة خفيفة في بداية اللعبة لحد الآن ما بين اللاعبين. سايز شال الوركر تبع هيرب وعم بيتنل هي المنطقة. بالطرف الآخر هيرب، يا سلام سلم، يتقدم بجيش التكنيكلز باثنين تكنيكل وكواد الجي ال اي ستيلث. على فكرة الكواد بالجي ال اي ستيلث أقوى من الكواد بالجي ال اي العادي، هاي معلومة ما كنت متأكد منها، ولكن تأكدت منها وحبيت خبرك إياها. الكواد بالجي ال اي ستيلث الدمج تبعه أقوى من الكواد العادية بالجي ال اي العادي. طيب بالطرف الثاني هيرب عم بيحاول ياخذ السبلاي اللي هون جي ال اي ستيلث. سايز عم بيحاول يرجع هاي المنطقة اللي هون. لحد الآن عم بلعب غرفة كتير واحد سبلاي وحدة بعد الدمج الحلو يلي عمله هيرب بأرض بيك سايز. يا سلام هيرب يتقدم تقدم جديد من الجيرال الأخضر على التنلات. بيك سايز ممتاز ممتاز، مس مايكرو حلو، بيخسر وركرز بيك سايز. خلينا نشوف هيرب اخذ السبلاي اللي هون كمان وعمل ديلي لسبلاي بيك سايز، وعامل ديلي للسبلاي الثاني، ما عم بخليه يطلع سكند سبلاي ولا باي شكل ممكن لحد الان، لحد الدقيقه الرابعه من اللعبه. هيرب بتنل، بيك سايز عنده تنل واحد هون فقط لا غير، عنده وركر هون. يا سلام اذا بتبني التنل متقدم مطل على ارض جيرال هيرب. بالطرف الثاني هيرب عم بكابتشر الاول مثل ما قلنا، بيك سايز مكابتشر الاول بالطرف الاخر. بايكر بايك من سايز حتى يروح ويكابتشر طبعا الاويل اللي هون، ولكن هيرب كان اسرع والاويل هي اقرب الى ارض الجيرال هيرب.
جي ال اي طبعا الجندي مخفي، جندي جي ال اي ستيلث مخفي ما بيضرب حتى ما يظهر. بالطرف الاخر يا سلام انتحاريين على التنل، يا سلام عليك. الجنرال هيرب بيشيل بيكسايز من هاي المنطقة بتكنيكال وانتحاريين، يا سلام. وبيستحل هاي المنطقة بعد ما اخذ السبلاي اللي هون، انفاقه مخفية. سايز عم بيحاول يكابتشر ولكن الجندي تبع هيرب موجود، واحدة من مزايا جي ال اي ستيلث الاكثر خطورة. جيش الاشباح يتقدم الى ارض بيك سايز، يا سلام. اذا بيرجع بياخذ هاي المنطقة بتكون شيء جدا ممتاز، لكن بينسحب لانه سايز لعب سكوربيون مع سكوربيون راكت، فعلى ما اعتقد هاي حركة جدا رائعة من بيك سايز على ارض المعركة، حركة جدا رائعة. هيرب عم بيستحل السبلاي الثاني والثالث، يعني صار عنده واحدة اثنين ثلاثة سبلاي مع جيش محترم على مشارف ارض بيك سايز مع رابع سبلاي. طيب بالطرف الاخر بيك سايز عم بيبني تنل متقدم الى ارض الجنرال هيرب، مفروض يشيل هالتنل باسرع وقت ممكن. هيرب عم بيبني بالاس، ممتاز ممتاز. تنل متقدم من هيرب. بالطرف الثاني عم بيزيد عدد انفاقه لمواجهة السكوربينز تبعون سايز بالجنود القوازف. طيب بيك سايز فيك وور فاكتوري، فيك سكند وور فاكتوري. هرب بالطرف الثاني بيبعت جنوده على ما اظن للكشف كشافة. بيك سايز ما زال محافظ على الاويل هون، هرب ما زال محافظ على الاويل الموجود هون واخذ السبلاي هون. على فكرة كمان الوركرز بيختفوا للاشخاص اللي ما بتعرف، بس تخفي مبنى سبلاي بيختفي معه الوركرز، فخصمك ما بيشوف لا سبلاي ولا الوركرز ولا التنولات، فقط ما هو ظاهر لبيك سايز هو الجنود القوازف. طيب بيك سايز تنل كتير متقدم على ارض الجنرال هيرب، بيعمل بوب الكواد خلص تشيل وركر. تخنت كتير بيك سايز تخنت كتير لحد الان. هيرب متقدم على بيك سايز، بيك سايز بيحاول يقرب اثنين جنود قوازف. طبعا مس مايكرو هذا مش منتبه على الجنود، الجنود رايحين يضربوا الجنود فانشالوا. هيرب سحب جنوده ويجدد الهجوم مرة اخرى على ارض الجنرال سايز. نايس 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 نايس. بيك سايز تأخر كتير بالبلس. بالطرف الثاني هيرب عنده بلس بلش باصات، طبعا جيل ستيلث هو مجبور يستعجل كتير بالبلس تحت يطلع باصات وراكت باكيز ويتعامل مع السكوربينز في أسرع وقت ممكن. بالطرف الآخر بيك سايز يجدد الهجوم مرة أخرى على أرض الجنرال الأخضر هيرب. أولى الباصات من هيرب، معبين جنود قوازف طبعا، بيشيل أول سكوربين، بيحاول يشيل تاني سكوربين ولكن محاولة للدفاع من الجنرال هيرب. سايز من الطرف الثاني يحاول الالتفاف وإلحاق الضرر الأكبر بأرض الجنرال هيرب، بيشيل اول تنل. هيرب من الطرف الثاني عم بيحاول يعمل مايكرو، ما بده يخلص ما بده يخسر كواداته. تكنيكال مع انتحاريين من الجنرال هيرب، يا سلام سلم. بيشيل فيها وحده كواد والمعركه تتجدد ما بين الجنرالين على مشارف ارض الجنرال هيرب. خسر بلاك ماركت، خسر تنل وخسر شويه كوادات مع واحد باص. صراحه التنل جدا اجريسيف عفوا من بيك سايز. بيك سايز بيشيل الور فاكتوري، يخترق ارض الجنرال هيرب اختراقا. عزيزي المشاهد هيرب من الطرف الثاني عنده باص، عم بيحاول يوصل الجنود القوازف للباص. حلو كتير مع شوية كواد، مع شوية كواد كانينز، وهيرب ينسحب الى الوراء. خلينا نشوف اذا راح يعمل هجوم عكسي على ارض الجنرال بيك سايز. طبعا المساحات راح تساعده لانه عنده مسيطر على مساحات كبيرة من الخريطة، فبيقدر يبني باي مكان بريد. الباص مرة أخرى بيشيل وحدة سكوربين وحدة كواد. الجنرال هيرب حلو كتير ممكن يخسر سكوربين، روح شيل يا رجل، روح شيل سكوربين بدها نكشة. وبتنشال بالطرف الآخر. هيرب عنده تنولات في كل مكان، الجنود القوازف في كل مكان. بيك سايز بيعرف أهمية التنل اللي هون، لهيك عم بيزيد الضغط ببابات جديدة وبجيوش جديدة. ما بده يخسر البوزيشن يلي أخذها هون، يلي ما عنده غيره كارت رابح لحد الان. بيك سايز حرفيا يقلب الطاوله على هيرب. وجي ال ستيلث مره اخرى، جيش الاشباح مره اخرى، المباني المخفيه. هيرب بيعمل مايكرو اسطوري بهالباص، يا سلام سلم يا سلام سلم. طبعا السكوربين ما بقى معه راكتس بالسكوربين، فبيقدر يعمل مايكرو بالباص الجنرال هيرب ويقضي على جيش بيك سايز.
ولكن الخسائر كبيرة. الخسائر كبيرة عزيزي هيرب. بيكسايز بابي جديد. أوه من أين لك هذا؟ اثنين وور فاكتوري، اثنين مباني دبابات عند بيكسايز. سبام خرافي عند الجنرال سايز، والهجوم يتجدد على أرض الجنرال هيرب. من الطرف الثاني جارمين كيل بيحاول يخفف وقف السكوربيون. تمام، بالطرف الثاني بيطلع بالباص، بيحاول يشيل اول سكوربيون. حلو، تاني سكوربيون بيشيله بالجارمين كيل. المايكرو جبار واكثر من جبار عند هاللاعب اللي هو هيرب. مايكرو حرفيا جبار عند هيرب. لاحظ جيش كامل بيرجع لورا من باص واحد لهيرب، لانه عم بيعمل فيه هيت اند رن اسطوري جدا. طيب بالطرف الاخر هيرب بيبني قاعده، بيبني بلاك ماركت، بيحاول يستغل الوقت. سايز من الطرف الثاني يغير جهه الهجوم على ارض جيرال هيرب، وبدل الباص صار في باصين، ولكن الجيوش اكبر، الجيوش اكبر. يا سلام، بيضرب ولكن ما بقى عنده اعداد تنلات كافيه لحتى يعمل بابات على جيوش سايز. ممتاز، بيشيل تاني سكوربيون وبينسحب بالباصات الى الوراء الجنرال هيرب. الخسائر كبيرة عند مباني او في صفوف مباني الجنرال هيرب. بيسحب الانتحاريين على ما اعتقد، كان عم بيجهز لتكنيكل او بويكا تي تي جديدة على ارض بيك سايز، ولكن لاحظ عم بيخسر بلاك ماركتس او بيك سايز عم بيركز على البلاك ماركتس. مباني كلها مخفية، كل المباني الموجودة هون مخفية. ميزة الجي ال اس تلف مرة أخرى مثل ما لك شايف، كل المباني مخفية عند الجيرال هيرب. فبيك سايز ما عنده أي فورس فاير، فورس فاير على الأرمز على السبلاي ستاش. فورس فاير ما شايف المبنى، هو على فكرة ضرب بالكنترول على السبلاي الموجودة هون. هيرب لازم يزيد عدد باصاته طالما البلس موجود. برجع ببني وور فاكتوري بدل الوور فاكتوري، الوور فاكتوري عفوا يلي راح يخسره هون. خلونا نشوف ارت سايز بالطرف الثاني. لحد الان ما في بلس، لحد الان سايز عم بيلعب بالسكوربينز. حلو كتير، هيرب بيحاول يشيل الباص الموجود هون، لازم يشيل التنل عفوا الموجود هون، لازم يشيل التنل الثاني. بيخسر السبلاي، ولكن بعيد وبذكر مباني مخفيه بالطرف الاخر. بيك سايز بيرجع السكوربيون المضروبة بالجارمين كيل. صمود خرافي حتى اللحظة هي من الجنرال هيرب. بيعمل بوب بالكواد، بيوقف السكوربيون بالجارمين كيل على ما اعتقد، ياخذها بالوركر اذا لحق. طيب سايز لاحظ التنلات والاستراتيجية اللي عم يلعب فيها سايز خرافية. المايكرو كتير حلو عند هيرب، ولكن الاتنشن الانتباه باللعبة والانتباه على الخريطة من قبل الجنرال هيرب مش افضل انتباه صراحة، لانه التنلات عم تنفتح. لاحظ حاوطوا بالتنلات، فعم يقدر يعمل عليه بابات قاسية جدا، وبابات عم حرفيا عم تقلب موازين اللعبة. طيب بيك سايز يتقدم. يا سلام، جيش السكوربيون من الجنرال الاصفر بيشيل الوور فاكتوري كله فورس فاير. على فكرة كله فورس فاير من بيك سايز، ما شايف ولا مبنى بيك سايز عند الجنرال هيرب. لاحظ ما شايف المبنى، المبنى غير ظاهر بالنسبة للجنرال سايز. طيب بالطرف الآخر هيرب بيحاول يعمل بوب جديد، بيحاول يتقدم ويشيل تنل بيك سايز. خلينا نشوف بيك سايز سيرا بالجيش يتقدم لأرض الجنرال هيرب. خلينا نشوف إذا رح يلحق بيمسك. يا سلام، عدد الباصات خرافي صار عند الجنرال هيرب. خلينا نشوف إذا رح يتصدى لجيوش بيك سايز. هيرب بالطرف الثاني بيفضي البنكر الموجود هون بالتوكسين تراك. حلو كتير، بيخسر التوكسين تراك، والهجوم الأجريسيف من بيك سايز بالسكوربين اللي لامم سكراب من الأرض والبلس مرة أخرى. يا سلام، سلم بس بيشيل اول سكوربين، تاني سكوربين، جيش الباصات بيشيل ثالث سكوربين. يا سلام، سلم، اي دفاع هذا واي تصد هذا عزيزي هيرب. الخريطه حرفيا مقسومه بالنص ما بين اللاعبين هيرب وبيك سايز. بيك سايز ينسحب الى الوراء بجيش جرار، جيش خطير جدا، ولكن الجيش غير كافي امام الجيل استلث. كل هالجيوش غير كافيه امام جبروت جيش الاشباح، جيش الجي ال اي ستيلث. يا سلام، سلم، بينكشف البلاك ماركت لانه التنل انبنى
وهيربي بيخسر بلاك ماركت. يتقدم بالطرف الآخر هيرب، بيحاول يعمل هجوم عكسي على أرض الجيرالد سايز. بتجيب الانتحاريين، لاحظ الانتحاريين للتشديد، الانتحاريين شتت فيهم صواريخ الار بي جي. يا سلام عليك بالانتحاريين شتت. ضروري تشيل هالتنل يا رجل، ضروري تشيل هالتنل عزيزي هيرب. كتير عاطي بوزيشن لبيك سايز، عارف ليش تركوا لهلا. طيب هرب الطرف الثاني، يعود الى الوراء. وركر شوز طبعا للوركرز، عدد بلاك ماركتس محترم عند الجيرال هيرب. خلينا نشوف بيك سايز. بيك سايز بدون بلس لحد، لا والله بنا بلس، بنا بلس وخلص بيك سايز. بالطرف الثاني جيش سكوربيون محترم، عم بيستغل فكره ضعف الجي ال ستيلث وضعف جيوش على الارض. بيعمل بوب على فكره هيرب، وبشيل عدد لا باس فيه من السكوربيونز تبعوا سايز. اوكي هيرب بالطرف الاخر بجيش الباصات، واخيرا يتقدم وبشيل هالتنل تبع بيك سايز، يلي لطالما من بدايه اللعبه عمل اضرار جسيمه بارض الجنرال هيرب. لازم يقرب ويمشط هاي المنطقه بالكامل، لازم يقرب ويشيل التنلات هدول بالكامل. هيرب بيك سايز لاحظ فورس فاير، لاحظ بيك سايز ما شايف شيء حرفيا مره اخرى، سايز ما شايف شيء نهائيا من مباني جيرال هيرب. هنشوف الرؤيه عند هيرب، انكماش طلع محشور بارضه، حرفيا محشور بارضه الجنرال هيرب. طيب هنشوف بالعوده الى سياق اللعبه. ديمو تراب بينشال لانه ضرب الوركر على ما اظن. طيب هيرب بالطرف الثاني راكت باكيز، يا سلام سلم. لاحظ بيقرب له جندي قاذف، بيقرب له جندي قاذف على البنكر موجودون، فالبنكر عم تضرب حاله على فكره، البنكر عم تضرب حاله. استراتيجيات اسطوريه من لاعب اسطوري الجنرال هيرب او اي ليك. هيرب يتقدم بشيل اخر تنل، بشيل اخر تنل بارض هيرب لحتى يتوسع ويكبر. اول سكات ستورم، ثاني سكات ستورم، وخلاص هيرب بينتشر بالخريطة انتشار رهيب. رادار فان من سايز بده يتنل المنطقة ويحافظ عليها. هيرب من الطرف الثاني بيحاول يقرب ويشيل البنكر، ممتاز. بيك سايز من الطرف الثاني بلش يلعب راكت باكيز مع السكوربينز، ممتاز ممتاز. شيئا فشيئا الكفة تميل مرة أخرى إلى صالح الجنرال هيرب بعد تقدم عمل هيرب ببداية اللعبة واخذ 4 سبلاي. رجع بيك سايز عمل تقدم على هيرب، والان الكفه تميل مره اخرى لصالح الجنرال هيرب. يا سلام معركه الراكت باكيز ما بين اللاعبين على مشارف ارض بيك سايز هالمره. التنولات مخفيه، المايكرو مطلوب، اعتقد هيرب المايكرو تبعه راح يكون افضل وحش واسطوره المايكرو الجنرال هيرب. لاحظ الجيوش، يا الهي لاحظ الجيوش عند الجنرال سايز. طرف تاني ما بعرف اذا رح يعمل بوب هيرب، ما بعرف اذا رح يعمل بوب على سكوربيون مع سكوربيون راكت وجيش راكت باكيز. لا اعتقد انه يعمل بوب. سايز يحاول التقدم، يحاول اقتحام ارض الجنرال هيرب. يا سلام بيعمل بوب بالباصات، بنزل الجنود القواذف. يا سلام يا سلام عليك، يا سلام بنزل الجنود القواذف حتى يتعامل مع الراكت باكيز. الباصات فاضيين، هدف سهل لجيش السكوربينز. بالطرف الاخر جيرال هيرب بيعمل بوب جديد بالكواد، طبعا الكواد ليلهي السكوربين، والراكت باكيز ليضربوا السكوربينز. اعداد جيوش خطيره عند الجيرال سايز، جيوش جراره عند الجيرال سايز. تتقدم الى هذه الزاويه من ارض الجنرال هيرب. يا سلام هجوم اجريسيف من بيك سايز على ارض الجنرال هيرب. يا سلام سلم. خلينا نشوف هيرب كيف راح يدافع عن حاله. بالطرف الاخر في بوب من هالتنل، ولكن اخذ بوزيشن هو على ما اظن، اخذ بوزيشن بيقدر يدافع على ما اظن. جنود القواذف من الطرف الاخر يلي نزلوا من الباصات، والانتراكس الاسطوري. روحت جنودك، روحت جنودك يا الهي هيرب، ولكن الضربه قاسيه جدا على جيوش بيك سايز. المعركه تشتعل وساحة المعركة تشتعل والخريطة تشتعل عزيزي المشاهد.
في المواجهة الأسطورية ما بين هيرب وبيك سايز جي بي اس كرامبلر. هيرب بيخفي جيوشه مما يزيد المهمة صعوبة على الجيرال بيك سايز. البنكر بيحاول يشيل السكوربينز. الستينجر بيحاول يشيل شوية سكوربين كواد من بيك سايز. ستوك كواد طبعا لحد الآن بالطرفتين. ستوك كواد من الجنرال هيرب مع مساعدة بالجارمن كل من الجنرال هيرب. يا لهي أي تحكم هذا وأي دفاع هذا وأي صمود هذا الجنرال هيرب. بيك سايز خلاص يخترق أرض الجنرال هيرب. حرام بعد ما بنى 2 سكات ستورم الدفاع مطلوب. حرام بيك سايز يخترق أرض هيرب بهالتوقيت الحساس جدا من عمر هذا اللقاء ما بين اللاعبين. جنود القوازف على الكواد كاش باونتي من بيك سايز بيكنسل البلاك ماركت. هيرب جارمن كل حلو كتير بيحاول يوقف دبابة راكت باكي. ممتاز أرض هيرب تنكمش شيئا فشيئا. بيك سايز حاول يستهدف اقتصاد الجنرال هيرب. هيرب من الطرف الثاني عنده جيش راكت باكيز صغير عم يحاول يعمل فيهم مايكرو من بعيد. سنيك اتاك من بيك سايز. يا سلام في منتصف أرض الجنرال هيرب وفي صلب أرض الجنرال هيرب. يا سلام على البوب الأسطوري من بيك سايز. يا سلام سلم جيوش بيك سايز تتدفق إلى أرض الجنرال هيرب. على ما اعتقد يشيل السكوت لانه 48 ثانية وراح يضرب سكوت ستورم. خلاص بيك سايز يقضي على احلام الجنرال هيرب ويقضي على امال الجنرال هيرب. طبعا سيمي فاينل بعيد وبذكر والجيم الفاصل ما بين اللاعبين. اللاعب اللي بيخسر بيطلع من البطولة الممولة بقيمة $300. طيب هيرب ما زال عم يدافع عن حاله ببضعة راكت باكيز بشوية راكت باكيز. بيك سايز بالطرف الثاني بيخسر السنيك اتاك بيحاول يشيل تاني وور فاكتوري عند الجنرال هيرب. هيرب بالطرف الاخر ديمو تراب عم بيحاول يدافع عن حاله باي شيء ممكن. دفاع مستميت من قبل الجنرال هيرب. ديمو تراب بتشيل كواد والتانولات من هيرب. بيك سايز بيلف وبيرجع لورا. بالطرف الاخر انجري موب من الجنرال هيرب بدون اي كي 47. هيرب عم بيحاول يرجع يبني وور فاكتوري. ما عنده وور فاكتوري على فكره. بيحاول بيك سايز يشيل السكاستون تبع الجنرال هيرب. يا سلام سلم حركه الانجري موب اجت بالتوقيت المناسب ولكن جيش الكواد موجود في ساحه المعركه. الركت باكيز الاخيرين عند الجنرال هيرب بيحاول يعمل فيهم مايكرو مره اخرى حتى يتصدى لجيش بيك سايز. هذا ما تبقى من جيش بيك سايز. شوية سكوربينز مع شوية كواد كانينز ولكن مرة أخرى الخسائر كبيرة جدا وعظيمة جدا وفادحة جدا بأرض الجنرال هيرب. وما زال بيك سايز يدمر. ما زال بيك سايز يتقدم إلى أرض الجنرال هيرب. جارمن كل بيحاول يوقف الراكت باكي بثلاث رتب. بيوقف كواد البعيدة وبينسحب. طيب انجري موب وقف الكواد عشان الانجري موب يستلموا الجيش. اوف 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 الراكت باكيز من هيرب واخر دبابات بيك سايز. خلينا نشوف الجيش بارضه. طبعا ما عنده اقتصاد يسمح له يطلع جيش مثل الجيش اللي ما عنده بلاك ماركت عدد بلاك ماركت يسمح له بيطلع جيش مثل ما طلعوا ايام السبلايات لما كانت السبلايات شغالة. حاليا هيرب اقتصاده اكبر واستغل هاي الزاوية استغلال خطير. بيك سايز مرة اخرى سنيك اتاك جديدة وباب جديد راح يصير من بيك سايز. يا سلام يا سلام بيك سايز يجدد الهجوم مرة اخرى على ارض الجنرال هيرب. الوركر طبعا على ما اظن لحتى يعمل دمج. الجيوش تتدفق مرة اخرى من السنيك اتاك تبع بيك سايز على ارض الجنرال هيرب. يلي عم يخسر السبلاي عدد تنولات لا بأس فيه من الجنرال هيرب ولكن ما عنده شيء تاني يدافع عن حاله فيه. ما عنده شيء. عنده معه فلوتينج $9,000 ولكن ما عنده مباني يطالع منها جيوش. لازم يطلع 2 وور فاكتوري بأسرع وقت ممكن. الجنرال هيرب عنده راكت باكيز مثل ما قلنا ما زال عم يدافع عن حاله بالراكت باكيز.
بيسحب الكواد حلو كتير. الباكي ثلاث رتب عم بيحاول يعمل فيها شيء، ولكن لحد الان عم بيحاول ياخذ بيحاول ياخذ جيوش بيك سايز اللي ضربها بالجار من كل، حاول يدافع عن حاله باي شيء ممكن. سايز بالطرف الاخر خلاص يصل الى هذه المنطقه من ارض الجنرال هيرب بالدقيقه 26. يا سلام سلم، هيرب عم بيحاول يشيل سنيك اتاك وانتراكس. يا سلام الانتراكس، حرام بشيل جار من كل، بيهرب بالباص. هيرب بأسوأ احواله حرفيا من بدايه الجيم حتى هذه اللحظه. الانتراكس الخطير جدا، يا سلام يا سلام سلم على الانتراكس في التوقيت الخرافي من الجنرال هيرب. يا بتلحق يا ما بتلحق جانك ريبير. خسر جيوش بالجمله، خسارات بالجمله عند الجنرال سايز بجيوش وانتراكس بانتراكس. يا سلام يا سلام يا سلام، سايز يغير جهه الهجوم، باب جديد من سايز بجيوش جراره من الجنرال سايز. منين عم بتجيب يا رجل؟ منين عم بتجيب هالاقتصاد الخرافي؟ ومنين عم بتطالع هالجيوش بالعدد الخرافي؟ الجنرال بيك سايز سنيك اتاك من هيرب وهجوم عكسي من الجنرال هيرب على ارض بيك سايز. يا سلام بيحاول يشيل التنل، هجوم عكسي افضل وسيله للدفاع هي الهجوم. الجنرال هيرب بده يشيل الور فاكتوريز، بده يشيل المصدر بارض بيك سايز. حلو كتير، تخطيط سليم من الجنرال هيرب. سحب جيوش بيك سايز الى منطقة اخرى والى سايد اخر من هذه الخريطة. يا سلام هون المواجهة اجمل، قال له لبيك سايز تعال خلينا نتواجه هون، دافع عن حاله باسكى طريقة ممكنة الجنرال هيرب. يا سلام عليك يا سلام عليك على السنيك اتاك الخطير جدا. الجنرال هيرب حشر جيوشه بزاوية صعبة بالنسبة لبيك سايز، وشال تقريبا ثلاث ارباع جيوش بيك سايز. يا سلام سلم، بهالحالة افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم حرفيا، هذه الشيء اللي عمله الجنرال هيرب. بيك سايز بالطرف الثاني بحاول يقرب، بحاول يشيل ما تبقى من جيوش الجنرال هيرب. الباص عمل جرائم بجيوش بيك سايز، السنيك اتاك ما زالت موجودة من سايز بالطرف الاخر. هيرب عنده بلاك ماركت غير مكتمل، انجري موب، هذا اللاعب لا يستسلم، هذا اللاعب لا يستسلم تحت اي ظروف. الجنرال هيرب بيك سايز لحد الان ما لعب نووي، لحد الان ما لعب سكات ستور. هيرب بيخسر تنل، ليش ما عم بتكنسل؟ ليش ما عم بتكنسل وليش ما عم بتبيع مباني الخالصه المدمره؟ بيعها، بتقدر تبيعها. هيرب بشيل السنيك اتاك الموجوده هون. هنشوف بيك سايز يحاول التقدم الى ارض الجنرال هيرب في بلاك ماركت. غير فورس فاير مرة أخرى من بيك سايز، وسنيك أتاك جديدة من بيك سايز. فورس فاير مرة أخرى من بيك سايز على أرض الجنرال هيرب أو على قاعدة الجنرال هيرب، فبالتالي ما بقى عنده أنتراكس، ما بقى بيقدر يقصف أنتراكس. الجنرال هيرب الكفة تميل لصالح الجنرال بيك سايز مرة أخرى. والديمو تراب، ديمو تراب راح يكون أسطوري، الديمو تراب راح يكون اسطوري على جيوش سايز. ما هي الا سنتي مترات او ملي مترات يتقدم بها بيك سايز ليقع في الفخ. خلونا نشوف. لف ورجع، لف ورجع. يا حرام لو فيت بالديمو تراب، يا حرام لو فيت بالديمو تراب، كان خسر هالجيش الخرافي كله، كان خسر هالجيش الخرافي كله بيك سايز. هيرب عم بيحاول يبني القاعدة مرة تانية، لا غنى عن استعراض بهيك وضع حساس في اللعبة. خلينا نشوف. يا سلام على الحظ الأسطوري عند الجنرال سايز. والله خسر، خسر اثنين سكوربيون وهيرب. يخسر الباص بالسكوربيون راكت، يخسر الباص مع السكراب بالسكوربيون راكت. جي ال اي ستيلث مرة أخرى في مواجهة جي ال اي فانيلا، ما بيقدر يعمل شيء جيش الكواد امام السكوربيون. خلينا نشوف سايز سايز سايز، الكاش باونتي هو اللي موقف سايز على حاله لحد اللحظه هاي، والاويل الموجود هون لهلا تارك له اويل يا رجل. هيرب يخسر هاي المنطقه بالكامل، سايز يمسح ارض هيرب بالكامل، خلاص انحشر بارضه حرفيا. بيحاول يقرب لحتى يشيل
بابي جديد من سايز. سايز موجود في كل مكان. هذا الأخطبوط الذي يتحكم بجيشه من أول خريطة لآخرة، من مشرق الخريطة إلى مغربها. عزيزي المشاهد، ما زال اقتصاد هيرب أفضل من بيك سايز على فكرة، وما زال عند هيرب فرصة بعد ما رجع بنا القاعدة مرة تانية. راكت بوكي هلا لما أخذها سايز بالطرف الآخر بيكشف الدمو تراب، خلاص بيجيب وركر لهون لحتى ياخذ السبلاي. ما زال فيها مصاري، هاي السبلاي فيها 4275 دولار، اكيد ما راح يتركها. الطرف الثاني لهلا ما باع السبلايات الاساسيه. جيرال سايز طبعا الجيم قديم، طبيعي انه تشوف فيه تكتيكات قديمه وطريقه لعب قديمه يعني. طيب سايز ما كان بمستواه يلي هلا هو فيه. هرب بعيد بذكر لعب تارك اللعبة ومعتزل وعم بيحاول يغير جهة الهجوم إلى أرض الجيراسايز. وحدة كواد خلينا نشوف راح تعمل كاش باونتي حلو عند الجيرال هيرب. كواد بتشيل ووركرز على الماشي. بيك سايز من الطرف الآخر جيش سكوربينز محترم، يا سلام جيوش محترمة من سايز على أرض الجيرال هيرب. تتقدم، هل هو الهجوم الأخير على أرض الجيرال هيرب؟ بيحاول يقرب بالباص ولكن هجوم ثنائي من الجيرال بيك سايز، ولكن جيوشه من فوق مخفية. يا السلام كمان عم يستعمل جي بي اس كرامبلر، كمان الجي ال اي فانيلا بيقدر يخفي جيوشه. والانتراكس من بيك سايز، الانتراكس من بيك سايز، يا السلام على ارض الجيرال هيرب. طبعا توكسين شيلز راح على ما اعتقد تشيل مفعول الانتراكس. يا السلام، بيك سايز يحاصر الجنرال هيرب. بيك سايز يحاصر هيرب والانتراكس الاسطوري. لاحظ الجيش كيف اختفى، لاحظ الجيش كيف اختفى حرفيا. جيش الاشباح مرة اخرى، جيش التحرير مرة اخرى. يا السلام يا السلام يا السلام على الباص مرة اخرى من الجنرال هيرب. كان روح وكمل، كنت شلت الجيش كاملا، ولكن التصدي مرة اخرى من الجنرال هيرب اسطوري. التصدي يسطر ويدرس مرة أخرى من الجيرال هيرب. بيك سايز رادار فان بيبعتها لحتى يكشف هالمنطقة إذا فيها شيء. سنيك أتاك، سنيك أتاك من هيرب. يا سلام، بده يشيل الأول مع الربل أمبوش، بده يسيطر على الأول. الجيرال هيرب بيحاول يهرب بالباص. يا سلام، الباص بينشال على مشارف السنيك أتاك. حرام، خسر خسر بهالسنيك أتاك. بيك سايز بيرجع لورا. خلينا نشوف كم بلاك ماركت عنده بيك سايز. صاروا 3 بلاك ماركتس لحد الان مع 1 سبلاي 1 اويل وكاش باونتي. خطير جدا من سايز. دقيقه 34 فايتين بالدقيقه 35، وما زالت المعركه قائمه ما بين اللاعبين. والله قديش شفت تصديات وقديش شفت صمود مثل هالصمود الاسطوري اللي عمله هيرب امام هذه الجيوش الجراره من بيك سايز، لا والله ما شفت. طيب بيدعس الجنود المخفيين سايز ويحاول التقدم بسكوربيون مخفي الى ارض الجيرال هيرب طبعا لحتى يكشف ولحتى يشوف شو عم يعمل الجيرال هيرب. ما زال انتشار بيك سايز على حساب هيرب بالخريطه. بيك سايز يجدد الهجوم مره اخرى. الباص بيعمل بوب، بيحاول يشيل السكوربيون الوحيده يلي هيجا. مره اخرى يقع الجيرال هيرب بالفخ، بفخ الجيرال بيك سايز وبفخ الجيوش المخفيه عند الجيرال سايز. يا سلام سلم. بيك سايز بيرجع لورا. الغلطه بكفره حرفيا، الغلطه راح تكلف اي لاعب جيم عمره 35 دقيقه. هاي نشوف الرابلز من هيرب على السبلاي تبعت بيك سايز. بيقدر بيك سايز يدعس بالرادار فان، ولكن بيهرب بالرادار فان، بيقرب الكواد. بيك سايز من الطرف الاخر بيعمل بوب من التنل الموجود هون. صحيح انه عنده جيوش اكبر، ولكن البوزيشن اللي اخذها هيرب على بيك سايز اسطوريه جدا. الباكي بده يشيل الكواد، ممتاز بيشيل الكواد، بيربح كاش باونتي. جيش سكوربين ينسحب الى الوراء من قبل الجيرال بيك سايز.
2 3 4 بلاك ماركتس عند بيك سايز وربل امبوش. ربل امبوش مع سنيك اتاك من هيرب. لا اعتقد انه يعمل بوب او لا اعتقد انه يلحق يعمل بوب. الجيرال هيرب حاول انه يعمل سنيك اتاك على الارض الاساسية تبعت بيك سايز ولكن ما لحق. $1,650 بقلب السبلاي الموجودة هون. هيرب جيش راكت باكيز مع واحد باص يتقدم لارض سايز. اعتقد هون في ديمو تراب من بيك سايز عم يحاول يبني ديمو تراب بهاي المنطقة المحشورة. اوه يا سلام، هيرب يتقدم الى دفاعات بيك سايز، راح يخسر باص على ما اظن. بيك سايز بالطرف الثاني جيش سكوربينز محترم من سايز في مواجهة الراكت باكيز. يا حرام يا حرام على الراكت باكيز اذا بياكلوا سكوربين راكت. ولكن لحق يهرب الجنرال هيرب، لحق يهرب بجيوشه هيرب بعد ما شال تنل فقط لا غير. طبعا اقتصاد هيرب افضل، ما زال بيعتمد على اقتصاد الجنرال هيرب. واحد وور فاكتوري، واحد بلس، واحد باركس. سبلاي الاساسي ما زال موجود هون. بيك سايز بالطرف الثاني، صراحه جيم متكافئ كتير ما بين اللاعبين. بيك سايز موجود بهالزاويه. بيك سايز انفاقه ما زالت عم تعطيه بوزيشن رهيبه على ارض الجنرال هيرب. هيرب بيضرب بالراكت باكيز التنل الموجود هون. بيرجع بيخبي جيوشه. لاحظ كله مخفي. كله مخفي، كل الجيوش مخفية. يا السلام. بشيل سكوربينز، خلاص شال 2 سكوربينز. بيك سايز يا السلام عليك بالطرف الآخر من السنيك أتاك الموجود هون. بيحاول يعمل بوب جديد على أرض الجيرال هيرب، لكن هيرب بيلعب لعبة صحيحة جدا وبالراكت باكيز بيحاول يلحق السكوربينز الأخيرين عند الجيرال. بيك سايز هنشوف بعد عنده سكوربينز هون. لا والله مش سكوربينز الأخيرين، بعد عنده سكوربينز بالطرف الآخر الجيرال بيك سايز اللي عم بيحاول يغير جهة الهجوم مرة أخرى ويحاول التقدم إلى أرض الجيرال هيرب. الأنثراكس الأسطوري راح يكون من سايز. يا سلام، أنثراكس على أرض الجيرال هيرب. الراكت باكيز راح تتدمج أكيد بمفعول الأنثراكس. بالطرف الثاني هيرب جيوشه ما زالت موجودة هون. بيك سايز ضرب أنثراكس، ما بيقدر يقرب بالسكوربينز وإلا راح يخسر جيوشه. حاليا هو عم يخسر وحدة سكوربين، حاليا هو عم يخسر وحدة سكوربين. اوكي هيرب من الطرف الثاني بدي يحاول يلف التنل. يا سلام التنل. اوه عمل بوب على فكرة، ولكن فاركو بوب، عمل بوب بوحدة سكوربين. عسى ولعله تضرب سكوربين راكت على تجمع الراكت باكيز ويشيل كذا راكت باكيز بسكوربين راكت واحد. يا سلام عليك هيرب، لحد الآن ما زال موجود باللعبة، لحد الآن ما زال صامد في اللعبة. 40 دقيقة وجيم سيمي فاينل، بعيد بذكر لمرة أخيرة اللي بيخسر بيطلع منه حرفيا، خلص راح يخسر الجيم وراح يخسر البرايز بنفس الوقت اللي هي $300. طيب هيرب الطرف الثاني يحاول التقدم إلى تنولات بيك سايز، بيحاول يشيل التنول تبع بيك سايز لحتى يلم اكس بي على ما أظن. سايز والله لازم تشيله سايز وصل بوركر لفوق والسنيك اتاك انشالت. طيب السبلاي ما زال موجود هون. هيرب يحاول يقرب على ارض الجيرال سايز ويحاول تمشيط بناكر بيك سايز. حلو كتير بالراكت باكيز، بشيل البنكر الموجود هون مع الجنود القوازف يلي بقلبه. هيرب عم بيحاول يزيد عدد دفاعاته ولكن الوركر راح. لاحظ جيوش سايز، يا سلام جيش سكوربين جرار مخفي من بيك سايز على ارض الجيرال هيرب. ما بعرف ليش عم بيقربهم، ما بيستعمل التنلات، ما بعرف ليش ما بيستعمل التنلات. بيك سايز هيرب بيحاول يقرب لحتى يشيل، في جندي قاذف هون لبيك سايز. بيحاول يشيل الانفاق الموجوده عند سايز. بالطرف الثاني في وركر عند سايز بيحاول يقرب ولكن راح ينكشف بالتنل على ما اظن وينشال بالتنل دون اي مشاكل. لاحظ السنيكي موف، يا السلام عليك يا الهي، سنيكي موف بالسكوربينز من بيك سايز يقضي على اخر جيوش هيرب. يا سلام
شفت فائدة الجي بي اس سكرامبلر وفائدة اخفاء الجيوش عند الجيرال بيكسايز، السنيك اتاك من الجيرال هيرب بالطرف الاخر على ارض بيكسايز، السنيك اتاك من هيرب هذا اللاعب الذي لا يستسلم مرة اخرى، هيرب بارض بيكسايز وبيكسايز بارض هيرب بعد 42 دقيقة من عمر هذا الجيم. هيرب بنفس الطريقة ونفس الستايل ونفس الاسلوب بيحاول يفوت الى ارض بيكسايز، ولكن هالمرة عنده راكت باكيز. اعتقد المهمة راح تكون اصعب بكتير على هيرب هالمرة. اذا خسر جيشه يعطيك العافية جي جي، اذا خسر هالجيش الصغير الموجود بارض الجيرال بيكسايز يعطيك العافية جي جي. رابل امبوش من الجيرال هيرب على الراكت باكيز تبعول بيكسايز. بيكسايز بيسحب جيش السكوربينز، واضح انه متردد بيكسايز، يعني اما انه يروح لارض هيرب وينهي او انه يرجع لارضه ويدافع عن حاله، ولكن هيرب عم بيعمل دمج اسطوري بارض الجيرال سايز في معقل الجيرال بيكسايز. يا سلام الانتراكس من هيرب، يا الهي الانتراكس الاسطوري من الجنرال هيرب، يا سلام سلم الانتراكس الاسطوري، ولكن التوكسين شيلز بتشيل الانتراكس، مفعول الانتراكس بالارض دون اي مشاكل عند الجيرال بيكسايز. ليه؟ لانه على ما بي ولا سكوربيون مش مخفية، لانه بيني تطويرة التوكسين شيلز ممتاز ممتاز. هيرب يعمل بوب بالكواد، ولكن جيش جي ال اي ستلث مرة اخرى ليس افضل الجيوش قوة في ساحة المعركة. لاحظ كيف عمل بوب وغير جهة الهجوم مرة اخرى الجنرال هيرب. بيكسايز قدامك تنل، بتقدر تستغل التنلات وتعمل بوب جديد على جيش الكواد تبع الجنرال هيرب يلي بلش تاني وور فاكتوري. ما عرف ليش عم بيلعب كواد، ما عرف ليش ما زال عم بيلعب كواد حتى اللحظة هي، كواد مع اي بي بولتس من الجنرال هيرب. جيش السكوربينز يتقدم من الطرف الاخر من قبل الجنرال بيكسايز. يا سلام مقبرة كواد على مشارف ارض بيكسايز. بيكسايز يحاول التقدم بجيش الراكت باكيز على ارض هيرب، جيش محترم وسكات ستورم جاهز من بيكسايز. خلينا نشوف وين راح ينضرب السكات ستورم من سايز على ارض الجنرال هيرب. الصواريخ تنطلق في الدقيقة 44 عزيزي المشاهد على ارض الجنرال سايز مع جيش سكوربين جرار. يا سلام سلم بيضرب الاقتصاد وبيضرب عصب الحياة عند الجنرال هيرب مع هجوم اسطوري وسنطوري في نهاية المطاف. بيكسايز بعد صبر طويل وعناء كبير، بيكسايز يتمكن من اختراق ارض الجنرال هيرب بالسلاح النووي بصواريخ السكوت، وهيرب has been defeated والجيم بيروح لبيكسايز. اتمنى انه كان جيم ممتع، رجاء ما تنسى تعمل لايك للفيديو وتترك لنا رأيك الحلو في قسم التعليقات وتشترك بالقناة لمشاهدة المزيد من هذه الفيديوهات. كان معكم أخوكم علاء رضا، والسلام عليكم.